السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي. واليوم بإذن الله مع حل الاختبار الأول، الفصل الأول في مادة التربية المدنية، النموذج الأول بطريقة سهلة جدا ومفهومة للسنة الثانية متوسط. نبدأ. الاختبار الأول، الفصل الأول في مادة التربية المدنية. التمرين الأول، عرف ما يلي: الحوار، الجناية، التنظيمات. أملئ الجدول التالي بما يناسب: أنواع التنظيمات، مثال على التنظيم: تنظيمات اجتماعية، جمعية المحافظة على التراث، الهلال الأحمر الجزائري، تنظيمات اقتصادية، تنظيمات علمية، الجمعية الرياضية الأولمبية للمكفوفين، الوضعية الإدماجية، السياق. تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن الأحزاب السياسية، ولا يمكنها أن تكون لها أي علاقة بها، سواء أكانت تنظيمية أو هيكلية. التعليم، اكتب فقرة قصيرة تبرز فيها شروط ومراحل تأسيس جمعية، وفقرة أخرى تعرف فيها القانون الأساسي والداخلي. أعزائي التلاميذ، أوقفوا الفيديو، قوموا بالحل، وبعدها قوموا بمتابعة الفيديو لتصححوا أخطاءكم. نبدأ الحل. حل التمرين الأول: الحوار هو حديث يدور بين شخصين أو أكثر حول قضايا مختلفة. الجناية هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساساً بالإعدام أو السجن. التنظيمات هي تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين لمدة محددة أو غير محددة. حل التمرين الثاني: تنظيمات اجتماعية، مثل جمعية كافي اليتيم. جمعية المحافظة على التراث هي تنظيمات ثقافية. الهلال الأحمر الجزائري هي تنظيمات إغاثية. تنظيمات اقتصادية مثل جمعية حماية المستهلك. تنظيمات علمية مثل جمعية المكتبات والمعلومات الجزائرية. الجمعية الرياضية الأولمبية للمكفوفين هي من التنظيمات الرياضية. حل الوضعية الإدماجية: لتأسيس جمعية ما يلزم علينا شروط، ومن أهمها بلوغ سن 18 سنة، وهو سن الرشد مع حامل الجنسية الجزائرية. كما يلزم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى أنه يلزم على هذا الشخص أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة. النظام الأساسي هو وثيقة تتضمن هدف الجمعية وتسميتها ومقرها ونمط التنظيم، كما تتضمن حقوق وواجبات الأعضاء وشروط الانخراط فيها ونمط سيرها. أما النظام الداخلي فهو وثيقة مكملة للأساسي، ويتضمن المهام الموكلة لمسؤولي الجمعية، كما يوضح اللجان الدائمة وتقارير خاصة بميزانية الجمعية. وهكذا أعزائي التلاميذ، نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.